اسمعنا يا جماعه، اللي عاوز يسمعنا احنا معانا مستندات 12 استجواب مقدمين الى مجلس الشعب السابق في 2008، وتم بموجب خطاب من دكتور جودة الملط للاسف تم اسقاط هذه ال 12 استجواب. وللاسف ايضا ان الاخ مصطفى بكري ما زال يدافع عن الدكتور جودة الملط، عشان الدكتور جودة الملط بيسرب له تقرير الدكتور سيد مشعل بقصد استباحة دم الدكتور سيد مشعل المنافس الحقيقي للسيد مشعل في دائرة حلوان والتبين، مصطفى بكري. ومصطفى بكري ابعتنا له واشتكناها الان، وسنرفع عليه قضية لانه لم يتح الفرصة طبقا لقانون الصحافة بإتاحة الرد على جريدة على مقاله وما نشره عن جودة الملط في جريدة الاسبوع. والنهارده حضرتك اتكلم على الثوار اللي هما بلطجية. تمام. اتكلم في مقال بلطجية. ومعروف تاريخ مصطفى بكري للاسف الشديد. هذه واحد. التانية ان احنا قلنا معانا مستندات عن القمح المسرطن، وما زالت حتى الان، كان في من شهر تقريبا النيابة العامة صدرت باخرة كانت بقى لها سنتين تقريبا في المينا، تم المصادره بتاعتها وارسالها الى بلد المجد. يبقى معانا مستندات عن القمح المسرطن، معانا مستندات عن للاسف الشديد ان الجهاز المصرفي للنقد فاسد، وما يقال عن الهرم الرابع انه من ضمن الاهرامات مصر، والهرم الرابع لمصر. هذا الهرم الرابع للاسف تحت ايدينا مستندات تدينه ايضا. استحواذ احمد عز على حديد الدخيله، والدكتور او الاستاذ ابو العز الحريري قدم لنا مساعده جليله انه قدم التقرير المثابرك الى مجلس الشعب لنا حتى نضاهيه بتقرير الدكتور عبد الرحمن الدهبي، والتقريرين يثبتان تواطؤ الدكتور جودة الملط في استحواذ احمد عز على حديد الدخيله. يبقى جهاز مصرفي، حسابات ختاميه فيها خلل، عدم تعقيب رئيس الجهاز في الفترة السابقة، والتعقيب يعني ان هو لما تكونش فيه ملاحظة تمت رد عليها رد سليم يجب ان عليه سيادته ان يعقب ليه. سيادته بيقول ويصرح في الجرايد وما زال يصرح انه كان لا يملك السلطة الفعلية لحالة الجهاز المصرفي، لحالة المخالفات في الجهاز المصرفي والنقد الى النائب العام، ونقول له انت عدلت او طلبت تعديل تشريع قانون الاحتكار سنة 2005 علشان تساعد احمد عز على استحواذه على حديد الدخيله وتساعده على الاحتكار المقنن. تيجي في قانون الجهاز المصرفي والنقد وما تقولش يا فخامه الرئيس كما كنت تقول ان هذه الماده ماده فاسده ويجب تعديلها، للاسف سكت عنها. ما زال يصرح ويقول انا كنت محارب الفساد، ونحن نقول له انت الوحيد الذي تسيطرت على الفساد، والا فاخرج التقرير الذي تم طلبه من النيابه العامه الان بتشكيل لجنه ثلاثيه لفحص اتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري لاداره انس الفقي. وهنا معنا في الحركه الاصلاحيه زميل قام بفحص هذا الجهاز، وثبت لديه بما لا يدع مجالا للشك ان هناك اهدار اموال عامه قام بها انس الفقي، وزميل هو اللي مسؤول عنها، وستوجه ان شاء الله من تلقاء نفسي الى النائب العام لتسليمه ذلك التقرير. وشكرا.